اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، دليل على أن القبور ليست موضع للصلاة، فلا يصلى في المقابر، وما في ذلك من سد للذريعة حتى لا تعبد القبور من دون الله عز وجل، كما هو حال المسلمين مع تحذير النبي عليه الصلاة والسلام الصريح، قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يقول لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، مع أنه لما قال لا تتخذوا القبور مساجد نهي واضح أكد هذا، قال إني أنهاكم عن ذلك، وماذا فعل المسلمون؟ اتخذ القبور مساجد مع هذا الحديث الصحيح والصريح، وأخذ يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخبر إلى آخر حياته صلاة ربه وسلامه عليه. فلما قال ولا تجعلها قبورا دل على أن القبور والمقابر ليست هي موضع للصلاة، فيجعل المسلم من صلاة في بيته حتى لا تكون شبيهة بالقبور وبالمقابر التي لا يصلى فيها. نعم.